سكك الحديدية الرابط بين محطة أغا في العاصمة وتيزي وزو، أين تعطل القطار بمحطة برج منايل، ولجأ المسافرون إلى حافلة النقل من أجل مواصلة مسارهم إلى ولاية تيزي وزو. التغطية لهند مرين. دي فوا نديرو ساعتين في الطريق، كل ساعة كيفاش، دي فوا يكون عندك رونديفو في ألجي، سيبو لازم تخرج 3 سوايع قبل باش توصل في الوقت، كي تكون الشتا دي فوا قاع تحبس، دي فوا تروح يقول لك راهم اون غريف، كل ساعة صافي كاين مشاكل بزاف في التران، سي اوبليجي نروح في ترونسبور سيركيلاسيون. كيما على بالكم يا أخي الشتا كيما قال لك تبين العيوب، دي فوا الطريق تكسر، دي فوا سي بور سا اون اوبليجي باش نبدلو نروحو في ترونسبور، كيما اليوم صرات لي ماشي اليوم. ناري طاحت فيه الشتاء الجمعة ولا السبت، صرا ان كرون بروبلام، كنت ندير نص ساعة في الطريق من البليدة لألجي وليت ندير دار دوزور. مشاكل خدام يعانو منها الناس، بيسك التران هذايا راهو يديماري من أغا لبرج ملاين، هكذا ومن برج ملاين دوكا كيما دوكا أنا في الشتاء الليل وكدايا، الناس راهم من برج ملاين شغل يديبلاسو، ما يعاود يديبلاسي باش يركب في الكار ويروح تيزي وزو، كل واحد كيفاش، فهمتي خدي، بيسك الخدمة على ربي هكذا عربي هذه هي الجزائر. ومن جهتها أكدت مديرة الوحدة الجهوية لسكك الحديدية بالعاصمة أنه سيتم إصلاح الخلل في ظرف يومين كأقصى حد. Alors suite aux inondations qui ont frappé l'ensemble de la wilaya Tizi Ouzou ce samedi dernier ce qui a causé une forte perturbation dans les transports que ce soit par route ou là pour le rail. Nous concernant la SNCF et grâce à notre équipe, comme chaque intempérie, la SNCF procède à des tournées spéciales intempéries pour détecter les anomalies causées par ces intempéries. Et c'est grâce à ça qu'on a détecté deux anomalies dans deux PK différents. Le premier au niveau PK 27, au niveau de Nasseria, et le deuxième point au niveau du PK 43, au niveau de Boukhalfa.